كذاب يا خيشة. شاهد ما شافش حاجة. لما انت كده حلو قوي في التلفزيون والفراعين ومعايا ما يثبت عن المسلمين والإخوان المسلمين وهم اللي حرقوا اللي عملوا، خيبك الله، خيبك الله. لا طلعت مستند ولا طلعت قطة ولا طلعت فار ولا طلعت حتى صرصار. اتق الله يا أخي، حرام عليك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.